سؤال: هل المسيح صعد إلى السماء بجسده الآدمي الذي كان موجود به على الأرض أم بجسد نوراني؟ وأين هذا الجسد في السماء؟ وهل هو حي؟ المسيح صعد بنفس الجسد الذي تألم من أجلنا والذي ولد من العذراء مريم، ولكن جسد ممجد ممكن برضو يبقى جسد نوراني إلى آخره، كجسد ممجد، لكن نفس الجسد في حالة مجد، زي ما نقول هو كان على جبل التجلي بنفس الجسد لكن الجسد في حالة مجد، والقياس مع الفارق طبعا. وإحنا في القيامة بيقول الرسول إن إحنا سنقوم بشبه جسد مجده، بشبه جسد مجده، يعني هنقوم بجسد ممجد، جسد روحاني، جسد نوراني، وليس جسدا ترابيا، لكن نفس الجسد، نفس الجسد بس سيتمجد. بتخش له عملية بيسموها ترانسفيجريشن، يعني عملية تجلي للجسد، فالجسد بيتجلى بأنه بيبقى في مجد، بيبقى جسد نوراني، بيبقى جسد روحاني. واحد بيقول: هل كان عمل الابن مقصور على عملية الفداء أم أن له عمل آخر؟ وإذا سلمنا بأن له عمل آخر وأنه لا يتجزأ عن الأب والابن والروح القدس، فكيف كان يصلي الابن إلى الأب قبل عملية صلب؟ هو طبعا السيد المسيح تجسده كله فوائد. الحاجة الأساسية، الأساسية اللي من غيرها ما يبقاش التجسد أدى الغرض منه، هي عملية الفداء وحمل خطية العالم. عشان كده يوحنا المعمدان لما شافه قال: هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. والكتاب بيقول في يوحنا 3:16 وفي يوحنا 3:18 بيقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن السبب الأساسي من التجسد هو الخلاص لكي لا يهلك كل من يؤمن به، ده السبب الأساسي. لكن ما فيش شك أن السيد المسيح كان لتجسده أغراض أخرى، طبيعي ده السيد المسيح كان يقول يصنع خيرا. فمن ضمن الأشياء الأخرى للتجسد أنه صحح المفاهيم الخاطئة عند الناس، ودي اللي بتشوفوها في العزة الجبل: سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. صحح المفاهيم، صحح مفهوم السبت مثلا، صحح الحرفية اللي كانت موجودة في الناموس، إدى الناس التعليم السليم، دي برضو غرض كويس. حاجة تاني من الأغراض اللي قدمها المسيح إنه قدم عمليا الصورة الإلهية التي خلق عليها الإنسان. الإنسان خلق على صورة الله، يعني على صورة الله. احنا بنقول في التسبحة كاتابيف هاكون، يعني في على نفس الأيقونة بتاعته، يعني على نفس الصورة بتاعت ربنا، his own image، نفس الصورة بتاعته. ولذلك تلاقوا بعض القديسين لهم كتب اسمها صورة الله، كتاب كده اسمه صورة الله. فالمسيح وهو صورة الله غير المنظور قدم لنا الصورة المثلى اللي الإنسان خلق عليها وفقدها بالخطية، فورانا ايه الصورة السليمة اللي احنا نكون بيها في حالة البر لكي نقتدي بها. فلم يقدم تعليما فقط، وإنما قدم أيضا الصورة العملية المثلى، حاجات كثيرة، لكن الغرض الأساسي هو الفداء.